السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. سنتحدث اليوم عن درس مهم جدا من دروس النحو، ألا وهو الحال. الحال هو اسم نكرة ومنصوب يبين هيئة صاحبه، ويكون صاحب الحال بيكون معرفة دائما، بيكون صاحب الحال معرفة، ويعرب غالبا يكون فاعل أو مفعول به، فيكون فاعل أو مفعول به. زي مثلا أقول جاء القطار مسرعا، جاء القطار مسرعا، مين اللي جاء مسرعا؟ القطار. يبقى أنا وصفت هيئة القطار بأنه كان مسرع، فكلمة مسرع هنا هتكون حال. أما إيه الحاجة اللي أنا وصفتها أو وصفت حالها؟ هو القطار، فالقطار هنا هيكون صاحب حال. هنتكلم بعد كده عن أنواع الحال، تعالوا نشوفوا كده أنواعه إيه. أول نوع من أنواع الحال هيكون عندي حال مفرد، يعني بعبر عن حال هنا بكلمة واحدة. النوع الثاني بيكون حال جملة، والنوع الثالث بيكون حال شبه جملة. الحال الجملة بيكون عندي جملة اسمية، ويكون عندي حال جملة فعلية. تعالوا هنبصوا على الحال المفرد وبيكون ازاي. تعالوا نشوف. الحال المفرد هو ليس جملة ولا شبه جملة، ولا بد أن يكون نكرة منصوبة توافق صاحبها في النوع من حيث المذكر أو المؤنث، والعدد من حيث المفرد والتثنية والجمع. تعالوا نشوف المثال الأولاني. سافر الحجاج مسرعين، سافر الحجاج مسرعين. كيف سافر الحجاج؟ سافروا إزاي؟ يبقى مسرورين. سافر الحجاج مسرورين. كيف سافر الحجاج؟ سافر الحجاج مسرورين. يبقى الإجابة عندي الحال هتكون كلمة مسرورين. هنا حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، فنوع الحال هنا مفرد. يبقى سافر الحجاج مسرورين، كلمة مسرورين هنا حال منصوب وعلامة نصبه الياء. فين صاحب الحال؟ طبعا الحجاج. صاحب الحال عندي الحجاج. نعرف ايه الحجاج؟ هنا نعرفها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. تعال نشوف المثال الثاني. أقف في صلاتي خاشعا، أقف في صلاتي خاشعا. كيف أقف في صلاتي؟ ها، يبقى الإجابة كلمة خاشعا، صح؟ يبقى خاشعا هي حال. طب مين صاحب الحال؟ أقف، مين اللي أقف؟ أنا. يبقى هنا الفاعل صاحب الحال ضمير مستتر تقديره أنا، فكلمة خاشعة نعربها حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو حال مفرد. هنتكلم دلوقتي عن الحال الجملة. أنا عندي نوعين من الحال الجملة، جملة اسمية وجملة فعلية، ولكن لابد للجملة دي أن تشتمل على ضمير يربطها ما بينها وما بين صاحب الحال. الرابط ده بيكون يا إما ضمير، يا إما الواو وهو الحال، يا إما الواو والضمير معا. يبقى أنا عندي الرابط بيكون يا ضمير، ضمير متصل أو ضمير منفصل، يا إما الواو اللي هي بيسموها واو الحال، أو الواو والضمير معا. تعالوا نشوف أمثلة. تعالوا نبص على مثال الجملة الإسمية. جاء الطلاب من الرحلة وهم مسرورون. جاء الطلاب من الرحلة وهم مسرورون. كيف جاء الطلاب من الرحلة؟ الإجابة هتكون
وهم مسرورون. وهم مسرورون دي جملة حال، جملة حال. طب دي جملة اسمية ولا فعلية؟ طبعا دي جملة اسمية، لان هم مسرورون جملة اسمية، هم مبتدأ ومسرورون خبر. اعرب هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ومسرورون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية وهم مسرورون في محل نصب حال. فين الرابط اللي ربط ما بين جملة الحال وصاحب الحال هم الطلاب؟ وهم، يبقى الواو اللي هو الحال والهم اللي هم الضمير المنفصل. فين صاحب الحال كلمة الطلاب؟ نعرف الطلاب هنا ايه؟ فاعل ولا مفعول به؟ هنا اعربها فاعل مرفوع وهو علامة رفعه الضم. انطلق الشباب تحركهم العزيمة. كيف انطلق الشباب؟ انطلق الشباب تحركهم العزيمة. فأنا عندي الحال جملة فعلية تحركهم العزيمة، يبقى هو الجملة الفعلية في محل نصب حال. الجملة الفعلية في محل نصب حال. فين الضمير الرابط؟ هو الضمير هم في كلمة تحركهم، يبقى تحرك نعربها لوحدها فعل مضارع مرفوع بالضمة، والهم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، العزيمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الفعلية في محل نصب حال. أما صاحب الحال كلمة الشباب، ونعرف الشباب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال تاني، أقبل الجنود والشمس ساطعة. أقبل الجنود والشمس ساطعة. كيف أقبل الجنود الشمس ساطعة؟ يبقى الشمس ساطعة هنا جملة اسمية، جملة اسمية. طبعا الشمس مبتدأ وساطعة خبر. ايه اللي ربط ما بين الحال الشمس ساطعة والجنود صاحب الحال؟ اللي هي واو الحال، واو الحال. يبقى واو الحال هي ربطت جملة الحال هي الجملة الاسمية بصاحب الحال اللي هو كلمة الجنود. ونعرب الجنود هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أبصرت العاملين يتدربون. أبصرت العاملين يتدربون. كيف أبصرت العاملين؟ الإجابة يتدربون. يبقى يتدربون هنا جملة فعلية، حال جملة فعلية. يتدربون إعرابها لوحدها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من أفعال الخمسة، والواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع حال، يبقى في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يتدربون من الفعل والفاعل في محل نصب حال. أنا عندي الرابط هنا، فين الرابط؟ هو واو الجماعة في كلمة يتدربون. صاحب الحال هنا أبصرت العاملين، فكلمة العاملين هي صاحب الحال وإعرابها مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. هنتكلم دلوقتي عن الحال شبه الجملة. الحال شبه الجملة بيكون يا إما جار ومجرور، يا إما بيكون ظرف ومضاف إليه. تعالوا نشوفوا أمثلة. السؤال الأولاني، رأيت المدرسة بين تلاميذه. رأيت المدرسة بين تلاميذه. يبقى فين صاحب الحال؟ كلمة المدرس. كيف رأيت المدرس بين تلاميذه؟ يبقى بين تلاميذه هنا شبه جملة، بين ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، وتلاميذه مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل نصب حال. المثال الثاني، رأيت الخطيبة على المنبر. رأيت الخطيبة على المنبر.
كيف رأيت الخطيبة؟ الإجابة على المنبر. فهنا على المنبر جار ومجرور شبه جملة، يبقى هقول شبه الجملة على المنبر في محل نصب حال. أتمنى أن يكون هذا الدرس نال إعجابكم، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.